اهلا بيكم في قناتي على طريقتي مع ام ريان. ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم احلى فطير مشلتت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت بابسط الطرق، وايه الحاجات اللي تخليه كده يطلع معاكي مقرمش وزي الفل. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسنيش في اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. زي ما انتم شايفين كده النهارده عاملين لكم احلى فطير فلاحي بلدي مشلتت كده حلو زي الفل، يتاكل بقى مع عسل مع جبنه قديمه مع اي حاجه، يعني جبنه حد اي حاجه. يعني زي ما انتم شايفين كده انا كده ايه اقطع لكم حته عشان بس تشوفوا ايه التوريق. بس ايه، بصوا شايفين طبقات طبقات، واكيد الطعم هيكون احلى. يعني عايزه بس ادوق حته عشان اقول لكم. ان شاء الله تجربيه بالطريقه دي. تعالي بقى معايا داخل الفيديو نشوف احنا عملنا احلى فطير ده ازاي. خليكي معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده فطير فلاحي على النار على الطاسه من فوق ان شاء الله بطريقه سهله ومكونات بسيطه. وتعالوا معايا بقى عشان نشوفوا ايه هي المكونات واعمله معاكم خطوه بخطوه، مش انا طبعا، بس تعالوا معايا بقى داخل الفيديو نعملوه مع بعض. هي المكونات بتاعتنا، اول حاجه انا هي هتستخدم دقيق، تمام؟ اي نوع بقى دقيق انت هتستخدميه، بس انا بستخدم الضحى نوع كويس. ومعاكي كيك شيف، طبعا انا ما عنديش بيكنج باودر يعني مش متوفر حاليا فاستبدلته بكيك شيف. ومعلقه من نص معلقه كده من الملح ونص معلقه من السكر والميه الدافيه. يلا بينا يا حاجه. طبعا هي ايه فضلت ايه مكونات الدقيق في طبق كبير كده. الكيلو دي بيعمل قد ايه؟ الكيلو وربع بيعمل 3 فطيرات كبار. الكيلو وربع دي بيعمل 3 فطيرات كبار، تمام؟ النهارده يعني هنشوفه بقى هيطلع معانا ايه الكميه قد ايه، فخليكم معانا خطوه بخطوه زي ما احنا ماشيين كده. ان شاء الله يعجبكم الفطير من ايد الحاج. حطينا على الدقيق السكر والملح، هنحطه قد ايه بيكنج باودر او كيك شيف، ممكن تستبدليه بكيك شيف لو مش عندك، يعني معلقه كده من معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام؟ هنفضل بقى نقلب كله عشان يختلط كله مع بعضه، وبعد كده هنعجن بالميه الدافيه، تمام؟ طبعا هو ما فيهوش خميره ولا فيه اي حاجه، هو بس مجرد شويه دقيق وشويه ملح وشويه سكر والميه. هنبدا بقى نعجن كله. يا حبايبي طبعا ايه احنا عجننا كله مع بعضه، وهي يعني هي الحاجه عايزه تقول لكم بس معلومه صغيره كده. ودي حاجه العجينه لازم تبقى طريه وتلتي وتعجني فيها ياما، تمام؟ اديكوا سمعت، تقول العجينه لازم تكون طريه وتلتي وتعجني فيها ياما، تمام؟ يعني على قد ما تقدري تقعدي تلتي وعجني لتي وعجني. كده بصوا يعني اول ايه ما لبت وعجنت شويه كده العجينه زي ما انتم شايفين. يلا ايه قولي يا حاجه اللي انت عايزه تقوليه. لازم تلتي وتعجني فيها ياما وتبقى طريه في ايديكي، كل ما تلتي فيها ياما كل ما العجينه هتنجح معاكي. طول ما هي مفروله كده، تمام؟ هي عايزاها عجينه ملسه، لازم تبقى ملسه كده من ورا، ما تبقاش كده مخرزه كده، ما تبقاش فيها ايه عرق تجاعيد كده. هي لازم تكون العجينه دي من ايه من علامات نجاح الفطير. ولما بتلزق معاكي ليه؟ لا هي ما بتلزقش، هي بصي تبقى تلاقيها لسه لابسه معاكي كده. أيوة. تروحي عايزه ايديكي ميه، عايزه ايديكي ميه، مش هترشي، عايزه ايديكي ميه كده وتروحي عجنها من اول وجديد عشان تطرع معاكي. ركزوا في الكلام ده، دي من علامات نجاح الفطير المشلتت على اصوله بقى، فطير فلاحي يعني فلاحي، فركزوا في التعليمات دي وان شاء الله هتاكلوا احلى فطير من ايديها باذن الله. اهم حاجه تلفوا تعجني كتير. ويعني مده كام كده قد ايه؟ يعني ربع ساعه كده، حاسه ربع ساعه في ايديكي طريه. لا الله يقويهم بقى، يعني ربع ساعه تفضلي تلتي وتعجني لحد ما العجينه تبقى معاكي ملساء كده وطريه زي الفل، وبعد كده هنبدا نقرص. زي ما انتم شايفين كده العجينه اهي ابتدت اهي تخش على
الطراوه كده او اهي الملمسه باين عليها اهي. طبعا كل ما بتعجني اكتر وبتلتي فيها كل ما بتكون افضل ليكي طبعا في الفرد وفي العجن. تمام، هنفضل كده شويه كده وبعد كده ارجع لكم بقى لما اخلص. زي ما انتم شايفين كده بصوا العجينه بقت ملمسه عامل ازاي اهو، باين طبعا كده تبقى عجينه حلوه. يعني عندك اي كلام؟ وطريه، واهم حاجه تكون طريه. بصوا زي ما انتم شايفين بص كده اهي، سعر ازاي ده كله عشان من تتمط، كل ده من اللي بتوع العجن العجن فيها والده. ياما. تمام، الخطوه اللي بعد كده هنقرص في صينيه وبعد كده نسيبها ترتاح شويه. تمام كده، جبنا صينيه كده كبيره اللي هي بتاعه الفطار، هتبدا ايه ترشها شويه كده دقيق. ليه بترشي دقيق؟ عشان ما تلزقش. تمام، ترش شويه دقيق كده وهتبدا بقى ايه تقرص في العجينه. تمام، طبعا على حق كل عجينه على حسب ما انت عايزه الفطيره كبيره او صغيره. تمام اهو زي الفل اهو اهي العجينه. تمام، هتبدا بقى ايه تقرص الكميه اللي عندها لحد ما نشوف هتطلع كام واحده. وهتسيبيها ترتاح قد ايه يا حاجه؟ 10 دقايق. هترتاح 10 دقايق بس، وبعد كده هتبدا بقى ايه نفرده احلى فطير. إيه هي العجينه اللي معانا؟ طبعا كانت كيلو ايه ونص، كيلو ونص دي عملوا 4 وحدات كده فطاي. تمام، إيه هي بتقول إيه، انا بقول لها انت حطيتي دي ليه تحت؟ فهي بتقول في ناس كفايه الزيت او السمنه اللي انت هتعمليه بيها. تمام، فكفايه دسم قصدها يعني. تمام، في ناس بتفرد تحتها سمنه او زيت، ايوه في ناس كفايه، هما هي كده كده هيترشلها فتتقرص على دي افضل. تمام، عشان انا بقولها بشوف ناس بس بدل الدقيق اللي هي حطاه بتحط سمنه او زبده. وبعد كده هتغطيه وتسيبه يرتاح 10 دقايق، صح كده؟ اغطيه عشان وشه ما ينشفش. هتغطيه عشان وشه ما ينشفش، خلي بالكم من المعلومات دي، ان شاء الله احلى فطير باذن الله. هي كده هتبتدي ايه تجيب شويه زيت كده وتملي حاجه بسيطه الوش. خالص، حاجه بسيطه خالص. ليه بقى؟ عشان الوش يفضل طري. عشان الوش يفضل طري، خلي بالكم معلومه مفيده اهي. تمام، تملسوها كده شويه كده من فوق الوش شويه زيت. تمام اهو زي ما انتم شايفين، عشان بس الوش يفضل طري وحلو معانا كده. هنبدا نغطيها بفوطه كده او قماشه، كيسه فوطه قماشه اي حاجه عندك متوفره تغطيها بيها. تمام، 10 دقايق ونرجع لكم تاني. حبايبي بقى بعد ما عدى ربع ساعه نبتدي بقى ايه نفرد الفطير. بقى جبنا طبليه، هبدا احط عليها كده، احنا دوبنا شويه زبده فلاحي كده مع سمنه، يعني اللي عندك كله اعمليه. تمام، ابتدينا كده احطه كبشه كده صغيره اهو، وبعد كده جابت عليها كده العجينه وهتبدا تفرد اهو. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، هتبتدي طبعا شايفين السمنه من تحت اهي. تمام اهو، تبتدي تفرد ترقق اهو. زي ما انتم شايفين كده طبعا التغذية بتكون مدورة، تبتدي تفردي كده عليها ترققي كده العجينة اهو. شايفين ماشية معاكم خطوة بخطوة. رقي على قد ما تقدري وتبتدي تفرديها كده كلها اهو. تمام كده زي الفل. هتبتدي تعملي ايه تاني؟ اهم حاجه تفردي الحروف متبقاش تخينه. اهم حاجه تفردي الطروف ما تبقاش تخينه. ليه بقى؟ عشان يبقى مورق معاكي، ما تبقاش حته رفيعه وحته تخينه. تمام، عشان ما يبقاش مورق وحت ما تكونش حته عشان يبقى مورق. تمام، المهم ان احنا نفرد كل العجينه زي ما انتم شايفين كده رقيقه خالص، وطبقه السمنه باينه تحت العجينه. هنبتدي نعمل ايه تاني؟ نحط طبقات بقى من السمنه، صح؟ طبقه من السمنه بس اهم حاجه عندي. بعد كده هتبتدي بقى ايه تحطي ايه السمنه زي ما انتم شايفين كده اهو. خليكم مركزين خطوه بخطوه.
السمنه بقى على حسب كل واحد ما بيحب بقى، سمنه ياما سمنه شويه. طب لو سمنه ياما بيبقى ايه؟ بيبقى ايه؟ حطي ياما، حطي ياما تقيل، هو الفطير بيبقى تقيل يبقى دسم شويه. في ناس ما بتحبش السمنه اليام، تحبه خفيف. تمام، كل واحد بقى على حسب ما هو عايز بقى، عايز يتخن يحط سمنه ياما، عايز يبقى زي ما هو يوفر في السمنه شويه. تمام، ابتدينا بقى نفرد السمنه كلها كده على الفطير، وبعد كده ابتدينا زي ما انتم شايفين كده بتبتدي تجيب النص اللي كان تحت قلبته. تمام، ونفرد فيها تاني، وتفردي فيها تاني بحيث ما تبقاش بس ايه حاجه كده ايه مكلكعه معاكي، وتبتدي تحطي برضو طبقه من السمنه عشان يبقى مورق، عشان يبقى مورق بقى. الطبقات بين كل طبقه والتانيه او كل تانيه والتانيه تحطي سمنه. تمام، خلينا ماشيين خطوه بخطوه اهو. هتبتدي برضو تفردي، مش عايزين حاجه مكلكعه، هو كمان عشان ما تبقاش تخينه. تمام، اهو تبتدي برضو تحطي طبقه من السمنه. طبعا بنحطه من فوق ايدينا، بنحطه عشان احنا ما بنحبش السمنه كتير. عاملين روجين. تبتدي برضو تتني، يعني انت بتتنيها نص يمين نص شمال من الجناب هكذا زي ما انتم شايفين كده، هي بتملس بالسمنه. احنا بنعمل الفطير في البلكونه، ف يعني في بقى اصوات بقى اي حاجه، فاحنا في البلكونه. تمام، اديها ايه، ركزوا كده، اديها تنتها اهو. بعد كده بتجيب بقى الحله او الصاج او الصينيه اللي هي هتعمل فيها. تمام، وحطيتها كده دهنتها شويه كده من الزبده او السمنه، وبعد كده هتبتدي تحط فيها العجينه اللي هي اللي هو الفطير بقى. ماشي، هتسيبها تاني ترتاح، ترتاح تاني لما اخلص الباقي. تمام، هي هتسيبها ترتاح بقى عبال ما تخلص الباقي، احنا معانا اربعه طبعا، فعبال ما تخلص الباقي وتملسي عليها كده بشويه زبده. هنبتدي نعمل تاني واحده برضو. طبعا هي زي ما قلت لك الخطوات سهله وبسيطه والطريقه سهله، ما فيش اسهل منها، وممكن تعمليها في البيت طبعا باسهل الطرق يعني. تمام، هتبتدي تفردي عادي لحد ما تملى الطبليه كلها، هي السمنه بتبقى سخنه عشان ما تجلمطش معاكي والعجينه تلزق. السمنه بتبقى سخنه عشان ما تجلمطش. تمام، اللي هي بقى ايه يعني ايه تجلمط؟ يعني تمسك، تبقى ماسكه. ايوه، ركزي، لازم السمنه تبقى سايحه. تمام، هتبدا تفرد كله. بعد كده بعد ما حطيناها بقى في الصينيه وسيبناها ايه تستريح تمام 10 دقايق، هنبتدي نفركها كده اهو لحد ما تبقى بسمك الصينيه كلها. بعد كده انا بطيبها او بنسويها على البوتاجاز من فوق، مش يعني مش محتاجه فرن ولا حاجه، على البوتاجاز من فوق، وتبقى ان شاء الله احلى فطيره. ابتديت كده اشغل عليها النار وابتدي بقى اغطيها بغطا. بتاخد سوا قد ايه؟ 10 دقايق تبقى مستويه. 10 دقايق على النار. نار ايه؟ نار متوسطة. نار متوسطة. تمام، ابدأ بقى اغطي عليها عادي، وبعد كده ايه اول ما الوش اللي تحت يحمر نبدأ نقلبها الناحية التانية كده. زي ما انتم شايفين بصوا الابابان ده، بصوا طبعا ده بسبب البودر اللي احنا حاطينه فيه. تمام، ابقى كده وشكلها حلو كده. تمام، تبقى حتى خفيفة ما تبقاش ملكومة ببعضها. بتبقى رقيقة صح؟ ايوه. كده اول واحدة طلعت، بصوا طرية ريحتها جميلة صدقوني، وهقطع لكم حتة ان شاء الله.
حبايبي بقى عملنا احلى فطير مشلتت بالطريقه الفلاحي عادي خالص مورق، وان شاء الله هقطع معاكم حته كده، بصوا شايفين وطري زي الفل طبعا، وشكله وريحته تحفه، هتجربوه ان شاء الله على الطريقه دي. في نهايه الفيديو بقى انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.